أهلا بكم مرة أخرى، يتجدد لقانا معكم كما عودناكم في الكوشينة، معكم شيف مؤمن في كوشينة الدار. كما عودناكم يومين نحضروا أدبارة سهلة، ما تطلبش برشا وقت، ما تطلبش برشا جهد، وما تكلفش. دونك نحاولوا ديما نحاولوا نجتهدوا باش نحضروا لكم العديد من الأدبارات، أدبارات كيلك سوا اللي انتم تحبوها، زادة كيف كيف بالمساجات اللي تخليوهم على الباج، والا احنا نعطيكم ادبار. للناس الكل اللي يحبوا يتابعونا نجموا يلقاونا على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، ينجموا يعاودوا يتفرجوا على الرديف في اليوتيوب وعلى الفيسبوك. في اليوتيوب شيف مؤمن بن يونس، في الفيسبوك كيف كيف شيف مؤمن بن يونس، على الانستغرام ابوني فوق قبل كل شيء. من بعد هبطوا لنا لي بريباراسيون تاعكم الكل، تاجيوني فيها، وانا نوعدكم باش نبارتاجيها. صباح الخير، صباح النور مريم، اهلين شيف. دونك مرة أخرى مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فيا على لايف. مرحبا مرحبا، صباح نور أربيا، سهلة نجلة، الناس الكل اللي خلطوا علينا. كما عودناكم يوميا نحاولوا باش نحضروا مع بعضنا منيو باهي. الفايدة بركة مش في تحضير المنيو بركة، زادة كيف كيف في الانتراكسيون، انتم تسألوا نجاوبوا نحكيوا، يعني ساعة لايف، لايف حلو برشا اكسبيريونس، ما نخبيش عليكم حلوة برشا على الاخر. على الاخر واحد هاكا ينجم يتفاعل، ينجم يحكي اون ديغي عايش مع يعني معاكم الناس الكل، نحكيو ونتناقشوا في الدبارات، في ليزاستيوز نتاع الكوجينه. هذه هي اللايف نتاع الكوجينه. عسلامة منال، عسلامة الناس الكل اللي خلطوا علينا. انتم زاده كيف كيف اللي ما عندوش دباره ينجم يتبعنا كما عودناكم. باش بونجور بونجور فتوح، اهلا بيك هند، مرحبا بيك شايف الوالده هذيك ايناس نوسة، سلام احلى فتوح ليك وحشه. دونك للي ما عندوش دبار ينجم يتبعنا. على السلامه كريمه، الناس الكل اللي خلطوا علينا، اللي ما عندوش دبار هاكا نعطيوها دبار، نعطيو حاجه سهله، واللي عنده دبار كيف كيف ينجم ينفعنا ويقول لنا شنو هو باش يحضر لنا اليوم. دونك نستناو الناس الكل، فما تبارك الله برشا مستنسين يجيو يتفرجوا على اللايف يوميا. الوقت هاكا كيما عودناكم، ساعات هاكا نديكالي شويه ب 10 دقائق ولا ب 15 دقيقه باش اون اتوندون كيما نقولوا احنا نحضروا روحنا الناس الكل وتلموا الناس الكل. تاتر برسي نهارك زين. يمينه بونجور بونجور لطفي، سالو باهي، ربي يخليك يا احلى شيف لطفي. سامي ماجري، صباح النور، صباح النور للناس الكل مره اخرى، وصباح الخير يا جميله للناس الكل اللي تابعوا فيا على اللايف. كيما قلت لكم تنجموا تلقاوني على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، على الانستغرام تنجموا قبل كل شيء ابوني فو، من بعد تاجيوني في الانستغرام في لي بريباراسيون اللي تحضروها في المنيو نتاع رمضان مهما كانت نوعيه المنيو، وانا نوعدكم باش نبارتاجيها على الانستغرام، شوفوها الناس الكل. كيف كيف انتم تنجموا تبارتاجيو تو لايف اللي قاعدين نحضروا فيه، لايف من كوجينه تاع الدار، لايف يعني اكسبيرونس واحده اخرى كيما قلت لكم، وهاكا تنجموا تستفادوا ونحكيو، فما انتراكسيون، فما تفاعل، انتم تقولوا لنا شنو هو نجاح بنجيرات. بونجور بونجور فوزي علوي، منور شيف، منور بوجودكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فيا. دونك باش نقول لكم على دباره سهله، عندنا شربه بالدجاج، مع شربه بالدجاج عندنا سلطه كيما اما فاسون، سمعتوها قبل هكا تسمعوا فيها تبارك الله في البلايص الكل، ديما نقول لكم اما فاسون يعني بالطريقه نتاعي. دونك كيما الفاسون تاع سلطه سيزار، مي على طريقتي انا. هذه بالنسبه للسلطه، مازال ما عنديش دباره، مروحه ونروط ونتفرج. يعني سبرا بشيف نحب نعمل روس ازهر، اعطيني الروسيت ديما ما يعجبنيش، درسا في مون منو ايغاتان اسكالوب لي بينار سالاد نيسواز وسوب. بون ابيتي، ميرسي بوكو، على السلامة سعاد نجاح. راني نقرا في الكومنتات دونك ما تلوموش عليا، في صفيس هاكا نحاول نقول لكم شنو الكومنتات. نجاح تنجم تشوف اليويو اللي حضرناه، والله روسيت بنينة 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 برشا، تشوف غاديك الرديف، تعاود تتفرج على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. اهلا بيك شيف، ربي يعاونك، الله كريم. مريم بوغارمي، ايش باش تصنفلنا اليوم؟ ايش باش تصنفلكم اليوم كيما قلت لكم؟ دونك سلام خويا يعطيك الصحة والعافية. فاطمة تلمودي، باش نحضروا حلالم بالدجاج والخضرة، دونك سيرتو الطقس ولا توكا متقلب شوية، ما نعرفوش تو سخانة تبارك الله موجودة سخانة، أما غاط نقولوا احنا باللغة العامية. شايف يا غالي بلي روسيت بات البيتزا ديما تطلع لي حديد، مقدم أكرم، الله يبارك يا أكرم، طبعت هيك في مساج بريفي، من بعد جوست ابعث لي أنت مساج بريفي نجاوبك عليه. كما قلت لكم تنجموا تفاعلوا معنا، تنجموا تخليوا لنا كومنتات الكل كيما توا موجود في اللايف تبارك الله، تنجموا تقولوا لنا كيما البارح منين تتبعوا فينا، دونك منين تتبعوا فينا في اللايف. سي سا كو جو ليو به بنين برشا ليو نجاح، جربوا واعطيني رايك والله بالحق بنين بنين برشا. تنجموا تقولوا لنا منين قاعدين تتبعوا فينا،
نجم تقولوا لنا شنو هي الدبارة نتاعكم. دونك هذوما حاجتين نقولوا احنا تبارك الله استانسنا في الانتراكسيون تبارك الله وربينا الكبده من اول رمضان توا ما شاء الله وليت 10 لايف هاوك ال 10 نتاعنا وليت في اللايف. ربي يخليك اكرم الله يبارك فرح اهلا عسلامه. نعطيكم المنيو كما قلت لكم حليل بالدجاج والخضره عندنا سلطه اما فاسون بالدجاج كيف كيف والخاص الخاص تنجموا تاخذوا حليل مدبشه هي يمينه تنجم تنجح حليل مدبشه على 100 100 ناحيه الدبابش سيرتو نعرفوا في رمضان برشا ما يحبوش الدبابش. فاطمه من قابس اهلا احلى تحيه لاهل قابس الله كريم من قفصه مساء النور شاف عينك صحه فطورك تحيه من الجزائر الله مصلي على النبي من الجزائر. انا منزل بورقيبه ربي يبارك لك اعطيني رسيت سابلي شمس ابعث لي ميساج تاع نبعث لك رسيت قفصه قابس اللهم صلي على النبي من باريس قابس الناس الكلها هاكا شنو حايره فرح في الدباره. هاني قلت لكم عندنا حليل من بنزرت انا نتبعه بون حليل مش من بنزرت الحليل من المرسى موريال ودي خسيبي عندنا حليل بالدجاج والخضره عندنا سلطه اما فاسون ابار سلطه باش نحضروا ديسير بنين برشا وخفيف وفي الدار سورتو يحبوه صغار دونك ديما نحاول في لي روسيت منصوصا نتفرج فيك من كان به هنا توا نتبع من راتس ومروحه من باب سفيق من سفيقس الناس الكل تحيه للناس الكل يتابعوا فيا من تونس ومن خارج تونس واللي برا ان شاء الله بقدره ربي يرجع سالم لتونس لبلاده وتونس راهي في القلب هاي هو الدرابويت تونس راهي ديما موجوده في القلب. كيما قلت لكم باش نحضروا زيد دجاج كوشه نتاع دجاج مي بطريقه اخرى يعني باش نعملوا بطاطا نفوحوها يلزمكم تتبعوني شويه سسبانس هكا فما حاجات نقول عليهم وفما حاجات ما نقولش عليهم بالعاني باش نخليكم شويه سسبانس. ديسير دوارة طاجين فستق وطاج دوبرجين عسلامة ريم عسلامة الناس الكل. دونك ما عليكم كان تتبعوني بالسياسة بالسياسة وتنوريكم شنو باش نحضروا. خذوا هاكا البان دو مي عندنا الكريمة تارتيني يعني الشوكولاتة موجودة تاخذوا أي نوعية نتاع شوكولاتة باش تخدموا بها نتابع فيكم فرنسا برافو شيف ميرسي بوكو للناس الكل تبعوا فيا من سوسة هاني قلت لكم نحاول نفيدكم من خلال خبرتي الصغيرة دونك في الموند ولا نقولوا احنا في الموند نتاع الكوجينا ونحاولوا نتفاعلوا انتم زاد كيف كيف قولوا لي منين تبعوا فيا وقولوا لي شتي التباره نتاعكم الروسيت للسهريه زاد كيف كيف تنجم تكون كيما اليوم رولي نتاع بان دو مي باش نزيدوه الكريم التارتيني شوكولاته وباش نزيدوه شويه فستق تنوريكم الطريقه حلوه برشا 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 تنجموا تحضروها في الدار يعني تنجموا ديسير رولي نتاع بان دو مي بالكريم نتاع شوكولاتة ومعاها باش نزيدو شوية بيستاش يلزمكم تتبعوني بالسياسة بالسياسة. نبداو كيما العادة باش نحضرو مع بعضنا المنيو والحاجات الأولانية نقولو احنا اللي تشدلنا شوية اليد نحاولو نحضروها هي الأولانية باش نحضرو السلام عليك يعطيك الصحة أهلا بلجيكيا نقولك صحة شريبتك معلم شيف ربي يخليكم الناس الكل سلام شيف مليني واحدة واحدة ليلى جاموسي الله يبارك يا مرحبا بليلى جاموسي أنا بشوية بشوية هاكا بلجيك شيف تتا ترابلسي به كيما قلت لكم باش نحاول نحضروا مع بعضنا منيو هاو مليني شوية شوية نحكي بالسياسة الحاجات اللي تتطلب برشا تحضير ماذا بينا من الأول نحضروها دونك نحط لكم سيرتو شوية الكاميرا بونجور شيف نتبع فيك من باريس. دونك اول حاجه باش ناخذوا الخضره دونك بونجور مديحه بونجور دونك باش نحضروا حليله بالدجاج فيسا فيسا على الطريقه السريعه هاكا وقتاش تبدا في حلو العيد حلو العيد دونك باش يكون الاربع خمسة ايامات الاخرين نتاع رمضان قد ربي باش نحاولوا نحضروا برشا حاجات في حلو العيد. انتم زاد كيف كيف تنجموا تخليوا لنا كومونتيرات تقولوا لنا شنو هما الدبارات اللي تحبوا تشوفوهم شنو هما الحاجات اللي تحبوا نحضروهم وهكا بعد فترة بنعملوا فوت وهكا باش الناس الكل تبدا فرحان به كي العادة والعوايد باش نحطوا شوية زيت نجم ديو فيتامين اي بلس حليلة معاكم هاي حليلة من وردة بنينة برشا دونك رسيت سهلة ما تنساوش من بعد في الاخر يعني بعد ما تحضر الصوص هاكا ترميو الحليل باه
نخص الخضره. بالنسبه للحليلم زاد كيف كيف نتوما تنجموا تقولوا لنا كيفاش الطريقه نتاعكم، كيفاش تحضروا الحليلم؟ ونعرف الحليلم تختلف، يعني فما 1500 وصفه. كما قلت لكم البارح وقبل قلت لكم ان المطبخ التونسي نتاعنا الله غالب مالوغوزمون عندي سهي قناه في اليوتيوب شيف مومن بن يونس. دونك كما قلت لكم البارح المشكل اللي عندنا مطبخ غني برشا، مي الله غالب الحاجه اللي نجم نلوم عليها اللي لي ريسيت نو سون با كوديفي، يعني ما احناش مكتوبين. توا كان نسالكم على الحلالم ريسيت كاري دامون شيف الله يبارك ريما بعث لي ميساج تو نجاوبك عليها. المشكل اللي ما احناش قاعدين نكتبوا فيهم لي ريسيت، يعني كان نحكيو مثلا على ريسيت تاع حلالم كيما توا تو نلقاو 1500 طريقه نتاع ريسيت نتاع حلالم. هذايا المشكل، هذايا والله هو حاجه باهيه وخايبه. اش معناتها باهيه وخايبه؟ خاطر كي باش نحكيو على الطريقه نتاع الاعداد كل واحد صحيح يعطينا نجم يعطينا الطريقه نتاعو، مي المشكل اللي احنا ماذا بينا تكون عندنا طريقه واحده. انا جيت على السلام ايوب عزيز، مرحبا بك ايوب عزيز. للناس اللي خلطوا علينا السوجي نتاعنا اليوم، ما كل نهار نحكيو سوجي، نحكيو على الماكله التونسيه القديمه الزمنيه. قلت اللي ماهيش كوديفي، دونك نورمالمون تنجم تقول كيما وزاره السياحه كيما وزاره الثقافه ما يسالش يعملوا كتاب رتار خساره شنو هي دواره اليوم. بس مع عزيزي دونك الدواره نتاع اليوم سهله برشا. عندنا حليلم بالخضره والدجاج، عندنا سلطه سلطه كيف كيف تعمل لكم الطريقه نتاع التحضير نتاعها. روضة بسيطة خرات بونجور معاها زادة كيف نحضروا دجاج في الكوشة، ومعاها بطاطا كريسبي بوم ويجز. للي يسألوا عن البوم ويجز فوزي هم عايش شيف قال لي ديما نفس الوقت اون ديريكت انا جيدة شفتك كان امس بعت لي اختي وعجبتني وصفتك يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا. دوك كيما قلت لكم نرجع للسوجي اللي نحكيو فيه اللي لي ريسيت في تونس مالوغوزمون مازال ما بديش، اما تو باش نعمل الحليلم. اي تو باش نعمل الحليلم مازلت في سفيسه هاكا نحكيو ونتفاعلوا. الحاجه الباهيه برشا اللي كيما نتوما تعطيو فيا ثقه انا نعطي فيكم الثقه سيرتو ونستشيروا بعضنا في كل شيء ونحكيو بصراحه. هايك فرصه انك انت باش تبدا قاعد في الكوشينه وتحكي على برشا حاجات ونستفادوا الناس الكل. دونك قاعد نقص في الخضره، قصيت شويه بطاطا شويه لفت نقص شوية سفينيريا شوية بصل خضرة كل باش نخليها فيسع فيسع على تتقلى دوب الليش. من بعد باش نمرقو باش نزيدوها الدجاج وهكا هكا تكون لنا حليلة بنينة خفيفة سيرتو حليلة سفيقسي يعطيك الصحة سهاء. وي هاني يعطيك بون كوراج شيف الله يوفق الله يبارك. دونك نرجعو للسوجي نتاعنا بالحق، ماذا بينا وماذا بيا لحكاية الجروب وينكم فما كسكسي بدراع يهبل شيف وما يعرفوش الناس به. مادام بديت بكسكسي بدراع نبداو بحاجة باهية برشا. كل واحد ملي قاعد يتفرج فيا في اللايف باش يقولنا موقعنا هو منين متابع فينا، يقولنا شنو هو البلا الزمني من قاع الخابية. خلينا نزيدو نتعرفو، خلينا نتعرفو على موروثنا الغذائي على ماكلتنا الزمنية القديمة من قاع الخابية. كل واحد منكم توا قاعد يتابع فيا مشكورة منو عطاتنا كسكسي بالدراع. نجم تقول لنا منو الكسكسي بالدراع كيفاش الروسيت نتاعو، وكل واحد يعطي يقول الجهه نتاعو ويقول بلا معروف بها الجهه نتاعو وهكا حاجه باهيه. على ذكر المطبخ التونسي على اسم المطبخ المغربي معروف اكثر منه. والله مشكله انا يعني قلت لكم ديجا السوجي اللي قاعدين نحكيو فيه اللي مالوغوزمون ما احناش قاعدين نعرفوا برشا توا لي روسيت سورتو الناس الكبار. ربي يفضلهم يمد في انفاسهم. الناس الكبار هما اللي عندهم لي بريباراسيون القديمه الزمنيه. دونك مالوغوزمون ساعات الروسيت تقول احنا بلغة العاميه تموت مع كبارها. احنا يلزمنا نحاولوا نوصلوا صوتنا. كيفاش نوصلوا صوتنا؟ نوصلوا الروسيت. كل واحد هاوكا يحاول ديما يبارتاجي كيما كسكسي بالدراع او بدينا على سبيل المثال. الناس الكل كيف كيف كل واحد من اي بلاصه يقول لنا شنو هي الاكله المعروفه بها الجهه هذيك وهكا هاكا تحصل المنفعه الناس الكل. انا قاعده نطيب في يو افري ديليس افيك ماما مو ربي فضل هيلك
مديحه وصحه وشفاء وان شاء الله يعجبك الروسيت. قاعدين بوزه بدرا درا معجون مصموط. قلت لكم يعني نجموا نحاولوا نستفيدوا من التجارب نتاع الناس الكل. هذه شويه حمص كما قاعدين نشوفوا هكا نحكي معكم. انا شخص حلو طريقه البلاصه والعجينه شكون يعملها بالسميد خمره وفما شكون يشري خبزه عجين من الكوشه. دونك ليليا بيان سور حاجه حلوه برشا ان نحضروا الحليله سورتو توا في الدار برشا شكون يحضر العوله. شكون منكم مازال يعمل العوله يعني ابار لي بلا والحاجات الزمنيه اللي من قاع الخابيه؟ شكون منكم مازال يحضر العوله؟ مازال يعول في كل شيء؟ مازال يحضر لي زيبيس نتاعو في الدار؟ مازال منتصر مثلوثي برافو شيف ميرسي بوكو شيف. بوركو نوتر كوزين ني با موديرنيزي؟ بوركو تي ني في با اون ايميسيون بور كو نوتر كوزين ديفيان بلو غاستونوميك با ترو تراديسيونيل؟ برصاف جوست جو سوي توت افي داكور معاك كونسيرمون سوجي هذايا. مي حاجه اخرى نعطيكم جوست شويه كي تراوني حاجه اخرى. avant de faire des créations ou des déclinaisons on doit maîtriser les bases. Donc tout d'abord عطينا الباز نتاعنا، عطينا نحكيو على الماكله الزمنيه القديمه نتاعنا، عطينا نحكيو على مثال كيما الكسكسي. عندنا 1500 نوعيه نتاع كسكسي موجود اللي احنا نجمو نقولو تونس يا سيدي بن سيدك بلاد الكسكسي. من بلاد الكسكسي هات الوصفات نتاع الكسكسي نكتبوهم نأرخوهم. موش صحيح انا نسكن في بروكسل ونعرف كسكسي المغرب يا كسكسي تونس احسن من كسكسي في العالم بيان سور. انا نعمل ونجيب معايا لايطاليا، انا نعمل كل شيء كان كسكسي جست روسيت تاع مريوش تكون ناجحه. ما فهمتش علاش ما نجحليش. نموت على حاجه تونسيه راهو حط في بالك كيما طلعين غرمونا وطلعين دوب ما يجي الايطالياني لتونس اول حاجه يقول لك البيتزا يجي يوريك بيتزا الباستا يوريك لي بات نتاعو يوريك كل شيء. هيت نحكيو عليهم الماكله القديمه نتاعنا الزمنيه. هيت يا سيدي بن سيدك نعرفوا بهم ونخليو الناس الكل تستفاد، مش نخليو روسيت مثلا نتاع فما دي روسيت معروفين ماكلتنا صغيره برشا مغاربه مطبخهم معروف عالميا اكثر للاسف. انا قلت لكم راهو المغاربه عملوا بلون تاع ماركتينغ حلو برشا باش يعرفوا بالماكله نتاعهم. كيفاش يعرفوا الماكله نتاعهم قبل كل شيء؟ هات احنا زاد كيف كل واحد من موقعه كل واحد من جهته يحاول يعرف بالماكله باش المنفعه تحصل للناس الكل وهكايا نستفادوا. باش ناخذ هكا نحكي لكم وشنو هي الدبار اليوم. الدبار راني قاعد نحضر في الحليله مش نحضر بعد سلاطه بسياسه هكا نوريكم وانا قاعدين نحكيو. عندي شويه سكالوب نتاع داند باش ناخذ بارتي منه كالعاده للحليله والبارتي الثانيه باش نخليها للسلاطه تنوريكم كيفاش نحضروا مع بعضنا سلاطه بنينه تعمل 66 كيف. نرجع نحكيو شويه حميتي يرحمها تعملوا عالي بالحق. توا قليل اللي مازالوا يحضروا كسكسي في الدار كيما كسكسي خشير مع الدرا وكسكس وتيب راس العنون مناني حوت يتفور ويتسقى. الازهر بونجور. قلت لكم راهو قاعد الاكل المطبخ التونسي القديم الزمني قاعد ينتثر وجيراني تلين يحبوا كسكسينا وسيرتو كسكسي العريس الافراح. راهو سان فيتو الكابو دونك في ايطاليا موجود الفستيفال نتاع الكسكسي كوسكوس فيست يحضروا الكسكسي يعني موجود في ايطاليا في سيسيليا يعني تلين يحكيو على الكسكسي ويوريوك تلين في الماركتينغ شيف او نيفو دو كوسكوس. انا قلت لكم علاش طالين يدوب ما يجيب الفيح نتاعو ويبدا يحكي لك على المقرونه وبغرام وبحب ويقول لك هاو كسكسي كيفاش يحضر وهاو واحنا جمله. علاش ساعات في الوتله ولا ساعات في الريستورونات باش نحط شويه دجاج في الوتله ولا في الريستورونات تلقى ديما الكوان صغير هكايا سامحوني في الكلمه الكوان المحقور هذاك الكوان نتاع الكوزين التونيزيان. علاش؟ بالحق يلزم كل واحد من ممبرو انا من هنا من الكوجينه نتاع الدار نحكي ان شاء الله بقدره ربي نحاول نعمل درساف بقدره ربي انوفاسيون في المطبخ التونسي كما عملنا الرولين نتاع السلطه من شويه. نحاولوا نجتهدوا بقدره ربي مي زاده كيف يلزمنا نعرفوا بالمطبخ نتاعنا التونسي، يلزمنا نحكيوا بالمطبخ التونسي، يلزم
الناس الكل البلان ماركتينغ نتاعنا يزينا من البحر ويزينا من الجمل ويزينا من المتصاور نتاع الفارغه. اجا يا خويا سيدي بن سيدك اعمل سيركوي غاسترونوميك، سيركوي غاسترونوميك قول لي انا كي نهبط مثلا الولايه من الولايات شنو نجم نعمل؟ نهبط يا سيدي بن سيدك مثلا بنزرت، من بنزرت بسيسه بسيسه، تحسوني متحمس على خاطر نحب الكوجينه راه. نهبط البنزرت اي نعطيك نقول لك راك تمشي البنزرت، تمشي للمارشي نتاع بنزرت هاو شنو تلقى؟ تلقى من بعد نجم تلقى نجاره، هاي المقرونه اللي عملوها، هاو كسكروت لابليبي، هاو الريستورون نوتيك نتاع بنزرت، هاو الكورنيش. اعطيني انت ان سيركوي غاسترونوميك، ان سيركوي اللي انا اون طون كتونسي ولا توريست ان شاء الله حتى باش نعرف بلادي، نجم نعرف بلادي بالماكله. بشنو نجم نعرفها بالماكله؟ رفيق نهارك زين صاحبي نحكيه رفيق على المطبخ التونسي، المطبخ التونسي اللي هو منسي، المطبخ التونسي ما احناش قاعدين نحكيو عليه، اللي تمشي في ريستوران ولا تمشي في اوتيل ساعات تلقى كوان محقور شويه سامحوني في الكلمه، فيه دو ولا تروا روسيت ويقول لك هاكا كويزينا تيم سبيسياليتي تونيزيان، اللي احنا قبل كنا نعملوا برشا دي بوفيه، نعملوا ان بوفيه تونسي 100% تونسي، توا ما عادش ولات الماكله تونسيه ولات منسيه. تحسوني نحكي بانفعال واحد كل شيء على خاطر تغيدك اللي عباد اخرين يحكيوا على الماكله نتاعهم، يحكيوا على تاريخهم العتيق، جوست باش نمرق الماء ونرجع لكم. بالك ما زلت متحمس وما زلت نحكي على المطبخ التونسي، المطبخ التونسي اللي حسيته ولا منسي، اللي حتى كي نمشيو لليفوار ولا للمانيفستاسيون. هاي سيدي بن سيدك ما نخبيش عليكم، انتم حكيتوا على دوسي وانا باش نحكي لكم على دوسي اخر. نحكي لكم اللي الكوان الصغير الحاشاكم المحقور في لي فوار على شارع انترناسيونال الكل ستوند تاع توينز، امنوني زوز مترو على زوز مترو ما في حتى شيء. نطلعوا باش نعملوا بروموسيون تاع توريزم تونيزيان ولا بروموسيون تاع الويل دوليف، ما فما حتى شيء، اخر لحظه ما يهزوا حتى شيء، ما يقراوش حساباتهم. هذايا بالنسبه للبروموسيون تاع التوريزم التونيزيان ولا الويل دوليف، علاش ما نقراوش حساباتنا نعملوا ستاند كبيره نتاع ماكله تونسيه ونعيطوا يا سيدي بن سيدك الشاشيه الصناعات التقليديه الماكله لكل شيء الحاجات الزمنيه الكل نعيطوا لهم ننزلهم للفوار باش يحكيوا على الماكله نتاعنا على تاريخنا على عاداتنا على تقاليدنا. هاو شنو ناقصنا في الفوار؟ مش في الفوار تهز نامبورت كوا وتحكي على نامبورت كوا زاد كيف في وسط فوار على شيل انترناسيونال، ومن بعد يجيك انسان يقول لك بالله تنجم تحكي لي تقول لي انت بلادك مش معروفه بشنو معروفه؟ تقول والله انا ما نعرفش بلادي بشنو معروف. يا سيدي بن سيدك بلادنا اغنيه، بلادنا باهيه بالخضره نتاعها بالماكله نتاعها، مش نقعدوا نعملوا بروموسيون نتاع توريزم تونيزيان بشويه شمس وبشويه رمل وشويه بحر ونقولوا والله عندنا توريزم. عندنا برشا حاجات اخرى نجمو نحكيو عليها، نجمو نحكيو على الماكله التونسيه، ونجمو كيما قلت لكم بوركوا با نعملوا ان سيركوي غاسترونوميك. كي نقولوا سيركوي غاسترونوميك وعطيت بكري ليكزومبل نتاع بنزرت، اي يا سيدي بن سيدك شبيها الولايات الكل نجمو نتفكروهم، وكل ولايه نعملوا الكارتا نتاعها، وكل ولايه نحكيو عليها ونقولوا الولايه هذه وين تمشي تحكي وين تاكل وين تذوق وين تنجم تتبنن اعز وابن ماكله، وشنو هي سبيسياليتي نتاعها، وسيدي بن سيدك نمشيو للميزون دوت ونحكيو على الحاجات اللي تتحضر كيما الكسكسي وكيما المعاجن وكيما المقارن وكيما برشا حكايات نحكيو عليهم. فرونس ليزيام اوسي لو كسكسي تونيزيان بوسون التخفيلة كسكسي قبيلي. دونك بالحق نحب نقول لكم راني نحكي معاكم ومتفاعل برشا وقتصت شويه وانا نحكي نسيت دباره متحمس على خاطر تغيد بالحق اللي تمشي في باش تعمل بروموسيون نتاع بلادك باش تمثل بلادك باش تمثل وجهه بلادك ميم با تلقاهم والله نهز مع انا بيرسونيلمون نهز مع عندي بفلوسي نهز الهريسه ونهز الدقله ونهز برشا حاجات غيان كو باش نعمل البروموسيون تاع البلاد نتاعنا. علاش الدوله ما تخصصش حاجات؟ علاش الدوله ما تستفادش وما تفيدش العباد الكل وتعمل بروموسيون تعطينا وجهه اخرى للبلاد؟ عندنا عقدة الاخر نكبروا ياسر العباد الاخرين ونحقروا رواحنا بالرغم التوانسه كيف يخرجوا لبرا يبدعوا في كل ميادين صحيح؟ والله كي تاع لا فوار دو باري وكان ستون تونيزيان ستون ماروكان والله اون بوف تخي شيخ با بون دو تو. بالحق قلت لكم راني ونحكي بقلبي ومتفاعل ونعرف شنو اللي نقول فيه. نجمو ننهضوا ببلادنا كل واحد بموقعه، كل واحد انت يا سيدي بن سيدك في اي انسان يحكي في حومته
يحاول يذوق جيرانه. اه يا سيدي بن زيدك اليوم اليوم باش نعملوا سهريه تونسيه، مي سيرش بور فالوريزي لا كوزين تونيزيان. اه يا سيدي بن زيدك شويه التونسيه والحوريه والمشويه، تراي في السلايد نعملوا سات بلانكيت نعملوا كسكسي. انت تعرفهم، انت تكون امباسادور في حومتك في البلاد في اي بلاصه انت موجود، تكون تعرف بالمطبخ نتاعك. طلياني قلت لك طلياني يجيب شويه فرينه من ايطاليا ويبدا يحكي لنا ويقول لنا اسمعني هيا اجيو واليوم والباستا والباستا ويحل الصوره تلقى خيط، ما فما حتى شيء. علاش احنا ما نكونوش كيفهم؟ الطلياني يمسوا في كل شيء، ما يمسوش في الايدونتيتي نتاعو في الهويه نتاعو الماكله في كل شيء. هذه الحاجات اللي انتم يلزمكم تعرفوها واللي انتم زادة تنجموا تعملوها. كل واحد في الريجيون نتاعو يا سيدي بن سيدك، علاش نبعدوا على الشيء الانترناسيونال؟ يجيو على الشيء الناسيونال. كل واحد توا في بلاصه واللي ساكنين في تونس، كل واحد يجي ويحضر الماكلة الزمنية القديمة من قاع الخابية اللي مستانس يحضرها قلاخر جداه وماماته وحناته وهذوكم الكل اللي مستانسين يحضروا الماكلة الزمنية هذيك، يحضرها لجيرانه ويوريهم ويقول لهم اليوم باش نذوقكم الماكلة من الولاية متاعي، الماكلة اللي مستانس جدودي يحضروها. وهكايا تحصل المنفعة أموال الناس الكل، للجيران وللأحباب وللأصحاب اللي موجودين. هاو سوجي باهي، هاو سوجي نحكيو عليه، نحكيو على الدرابو. اي الدرابو، كيفاش الدرابو ننفعوه في لي فوار الكل نجمو نطلعو. شكون توا اللي مزينس ينجم يعطي البلوس؟ بالنسبة لي أنا إن شاء الله بقدرة ربي في كل مرة فير دو ليتر تونسي، ونفتخر لي أنا تونسي، تونسي بماكلتي بالشيء اللي نجم ننفع به بلادي، ننفع بلادي ونعرف منتوج بلادي. وديما نحكي على بلادي، وعندنا خضره وغله بنينه بدون منازع، البلايص الكل اللي يحسدونا عليها، وعندنا ماكله بنينه. وكي نطيبوا الكسكسي نطيبوه بحب وغرام. علاش يجيو لبرا يبداو يحكيو يقول لك ما فماش كلك سوا في الزيت زيتونه، زيت زيتونه اللي موجوده في البلدان الكل، يقولوا لنا عندنا كاليتي اكسترا اوردينير. زيت زيتونة عطيوني زيت زيتونة يا سيدي بن سيدك، تعرفوا قداش عندنا من شوا ومن فاريتي نتاع زيت زيتونة؟ فما شكون البرا يقدسوا، مشينا شنغاي أماني يعبدوها الدابوسة نتاع زيت زيتونة. في تونس عندنا الدو، عندنا الفرويتي، عندنا الفيرج، عندنا الاكسترا فيرج، هذوما ديجا ما حكيناش على الشتوي والشمالي لي فاريتي هذوكم اللي موجودين الكل نتاع زيت زيتونة. كان أقل حاجة بالزيت زيتونة بركة، عندنا ايدونتيتي، عندنا هويه. راهو الحاجه الباهيه اللي عندنا رانا بصمه نخليوها في العالم الكل. نجمو بالكسكسي، بالزيت زيتون، بالخضر، بالغل. كيما قلت كيما راه توا زيت زيتونه ياخذ لي ميداي دور، صغير ياخذ لي ميداي دور، اما اعطيوني كيفاش يمشي زيت زيتونه يهزو نامبورت كي، مع احتراماتي للاشخاص يهزو نامبورت كي ما يعرفش حتى اش معناتها اصل زيت زيتونه، ما يعرفش الفرق في زيت زيتونه، ما يعرفش نوعيه نتاع زيتون. يا سيدي بن سيدك هز انسان متخصص يعرف اش معناتها الزيت زيتونه، هز ورينا بلا بالزيت زيتونه. اي مش ستامب كامله نتاع زيت زيتونه نلقاو فيها كده متين نتاع خبز ودابوسه نتاع زيت زيتونه ونحكيو نقولوا والله سي نوتخ اوليف تونيزيان، نوتخ اوليف تونيزيان اوليف اويل. شنو هي تونيزيان اوليف اويل؟ تونيزيان اوليف اويل لازمك تو لو مي اون فالور. كيفاش تو لو مي اون فالور؟ اعطيني لي روسيت نتاع البلاد هذيك، مثال باش نطلع ما عرفش نابورت كوا، فرنسا ايطاليا ولا المغرب، ناخذ دو تروا روسيت نتاعهم هما من المنبع ما عندهم هما، ناخذ الروسيت نتاعهم ونزيدوهم البلوس. الهريسه التونسيه زاد كيف كيف، برشا حاجات نجمو رانا نخلقوا العجب. كي نقولوا تونس تولي كي دبي، اي تونس تولي خير من دبي. شنو هي دبي؟ شنو هي تونس؟ عندها كومبيتونس تونس، تونس عندها المخ، ناقصتنا لي مويان صحيح، مي عندنا المخ. علاش التوانسه الكل كي يطلعوا لبرا يجتهدوا؟ علاش التوانسه الكل يوصلوا لبرا يعملوا برشا حاجات باهيه، واحنا مازلنا نحاولوا ما نعرفوش شنو باش نتكلموا؟ راني نحكي على سوجي قلب وقالب، نحكي على سوجي قلب وقالب، حاجة توجع في القلب اللي هي المطبخ التونسي، الماكلة التونسية، الدقلة. أعطيني أي حاجة أعطيناها قيمة وقدر وعملناها دون لي ريغل دولار، هاي وهاني نتبع فيكم. ما فما حتى حاجة عملناها دون لي ريغل دولار. توا كان تمشي لبرا تو ياخذوا الدقلة نتاع الجزائر وما ياخذوش الدقلة نتاع تونس. أعطيني الزيت زيتونة، هاي يا سيدي بن سيدك نعطيكم حاجة، الزيت زيتونة التوانسة مش الكل فيهم الباهيين وفيهم الخايبين، التوانسه يبيعوه للطليان ويبيعوه للسبانيور، ويتعمل الميزون بوتي نتاعو في دبابس للطليان وللسبانيور،
ويتباع على اساس ايطالياني واسبانيولي، وهذاك زيتنا زيت جدودنا، هاو الفرق. دونك نجمو، رانا عندنا الكومبيتونس، عندنا المخ، الامكانيات مش متاحه، قله الامكانيات هي اللي ساعات تخليك تخلق برشا حاجات. راهو تهنى في الكوجينه، راهو يعلموك، نعطيكم اكزامبل صغير، في الكوجينه يعلموك بامكانيات قليله باش نجم تخلق العجب. نعطيكم اكزامبل صغير تفهموني، اللي تعلم يسوق كرهبه مرسيدس ما ينجمش يسوق بولو ولا سونسيس، اما اللي تعلم على سونسيس ويدور فولون يدور بسياسه بسياسه حتى لين يديه تتمسكل وكل شيء، من بعد ينجم. تعلم على بوات اوتو من بعد مانويل ما تنجمش، صدقوني ما تنجمش، نجم تسرع عليه اللي تحب، اما كي تعلم على بوات مانويل من بعد تمشي على اوتو تتعلم. هذا تعلم، هاو عندنا قلة الإمكانيات، موجودة قلة الإمكانيات ما يسالش، حكاية السياسة احنا نبدلوها السياسة، الكلام هذايا كان كلامي غلط قولوا لي، هاكا عندكم كومنتارات تنجموا تتفاعلوا معايا وقولوا لي، سيرتو نسيت الكوجينة وقاعد نحكي بقلب بالحق، راهي تونس، راهو غرام، راهي محبة، راهي بلاد، رانا احنا لي زومباسادور بالماكلة نتاعنا وبالحب. ربي يحفظ تونس. وخلنا نرجع شويه للمنيو، حسيت روحي تخمرت شويه. خلنا نرجع لدبارة. به نرجعوا لدبارة، قاعدين نحضروا فيها حلالم بنينه برشا، خلينا نحكيوا على حلالم اللي فيها حب، برشا حب برشا غرام في مثلتنا التونسيه. هنا نطيبوا كل واحد من بلاصتو يحاول يعمل حاجه باهي. صحيت فرانسوا تابا كلامك صحيح، شعوب هي اللي تبني اوطانها مش الحكومات، بيان سور السياسه راهو بالنسبه لينا احنا، رانا احنا نبدلوا، احنا نعملوا العجب، مش نطلعوا باش نعملوا بروموسيون تاع هريسه تونسيه، نهزوا بنتين تاع خبز شويه هريسه نقولوا لهم هريسه تونسيه هريسه، لا لا سي با سا، انا ندخلوا في عقل داره، ناخذ له بلا فرنساوي نتاعو هو اللي هو ما عادش جو دي نامبورت كوا، البوتيفو نتاعو الماكله الزمنيه القديمه حاجه زمنية من قاع الخابية متاع الفرنسيس، ونزيدها نفة صغيرة هريسة ونقول له شنو رايك. فما شاف تونسي قبل يا سيدي بن سيدك حكاو على الملوخية، قالوا له راه الملوخية وراهي صوص يعني كحلة كاية وامون جاب مش تاكل تحط في صحفة، قال لهم لازم نعمل بلوس ونحاول نعبر لكم عن حبنا للملوخية والماكلتنا التونسية البنينة. قالوا له كيفاش تنلقى الحل؟ وإبا وهذا يراو في الليليزي يعني الرئيس تاع فرنسا والرئيس تاع تونس، صارت يعني هذه حكايه راهي صارت. شعمل ما حطش صحن كامل نتاع ملوخيه، خذا بلا، خذا ايمانسي نتاع الحم، هو خذا الحم الرئيس ياكل الحم في الليليزي، وعطاه صوص في سوسيره زغرونه، عطاه صوص نتاع ملوخيه، قال له شنو؟ قال له صوص نوار هذيك، قال له بوفي غوتي ان تو بتي بو، كي ذاق قال له اكسترا اوردينير. يعني تنجم انت تعمل بلوس، تنجم تستحق تبدل انت، تزيد تعمل كرياسيون، تنجم تسطر لهم على الماكلة البنينة، الفاح البنين، التابل، الكروية، هاي هاو الفرق. الفرق انك انت كي تحكي على الماكلة التونسية القديمة من قاع الخابية بحب بغرام، تكون انت الامباسادور، اي ميسالش، تنجم تعطي بلوس وتقول راهو هيا يا سيدي بن سيدك اليوم ذوقت جيراني الملوخية، بدلت الفاسون، هاو مع الحم مع ليمانسي ولا ستيك في بلاصة ستيك وبوافر، نجم نزيدو صوص نتاع ملوخية، هاو الفرق. اشري برودوي تونسي، خليه برودوي 100% تونسي، حاجات تونسية، أما اعطيني حاجات تونسية زمنية من قاع الخابية ما يسالش. كون عندك ايدونتيتي وافرح انك انت تونسي، على خاطر التوانسة تبارك الله مخخهم كبار برشا. ونعاود ونقول راني فيير داتخ ان تونيزيان، فيير دو لاتخ ان تونيزيان، وباتريوت ونحب بلادي وامباسادور، وكي نحكي على بلادي بالباهي باللي تحب انت بالمشاكل والشيء اللي صاير فيها كل عمره، واحد ما يسب داره نقولوا احنا وما يحكي في عائلته. بالنسبه لي انا نحكي على بلادي اللي حبيتها، اخطانا من البحر والشمس وكشي هذاك الكل، هات نحكيو على حاجه اخرى. به ديسكور تحمست برشا والله، نصوركم زاده كيف انتوما تغيبكم كي تلقاو ديزارتيكل البرة
تلقاو كيفاش يعطيو قيمه وقدر للماكله التونسيه، احنا يلزمنا نعطيوها قيمه اكثر. به نزيد نحكي توا على دبالة، يزيني شوية شوية بالنسبة للدبالة، انت عاديهم تلهيو شوية في الدبالة الوقت تاعنا يجري وهنا نحكيو. انتم زادة كيف كيف نجموا تتفاعلوا معنا وتقولونا شنية دبالة نتاعكم. رومين غلا ممتازة برشا، موجودة في برشا جنوب. الحل من الاخر الفلاحة يلزم كيفاش نعملوا بلوس. به كيما تراو بالنسبه ليا حطيت شويه اسكالوب قصيته، شوريكم الفاح، شوريكم كيفاش نفوقو. واحد هاكا يتخمر ويحكي شويه على الشيء اللي موجود، على هريسه، على برشا حاجات موجوده. نرجعوا للمنيو نتاعنا كيف كيف ونحكيو اون جينيرال. ان شاء الله الدبا هذايا قدرت ربي مرة أخرى نعاود نحلوه. هانت تلهاو بالشقان فطر نتاعنا، زاد نترسينا من غير شقان فطر. حطيت شوية طماطم معجونة باش نتعدى بكل المغرفة الزغرونة نفوح الماكلة. دونك شوية فلفل أكحل، شوية كركم، كومنتاريت راس موصلي ولا مفوح في الكسكس. صحة صحة أسامة نصاب بيان دي، يعطيك الصحة فيف، جو سوي فريمون فيير دو شيف. يعطيكم الصحة زاد الناس الكل، وإن شاء الله كلامي يعني كان وصلكم وفهمكم، فهمتوا بيه برشا حاجات. قاعد نفوح في الحليلم هكا، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية فلفل أحمر. كيف كيف لي زيبيس هذوما تلقاهم موجودين، والله بالحق راهو للأمانة إيبيس تاع بن جميع هذوما، إيبيس جمنية من قاع الخابية محضرهم ديالي. يعني نلقاو نكهة أخرى، علاش اخترتهم وننصحكم بهم؟ على خاطر محضرين افيك أموغ. باش نحطو شوية هريسة، ما نحكيكمش على البنة اللي كنا نحكيو شوية على هريسة بكري. قاعد نحضر توا في الحليلم كيما قاعدين تشوفوا، وباش نحضروا مع بعضنا سلاطة. دونك جوست كمان تفوحتها بالشريكة حاجة ونرتاح منها، خاطر هكا ولا هكا الوقت ديجا بطبيعته قاعد يسكر قاعد يجري، وأنا سرحت معاكم شوية. باه باش ناخذوا شوية ملح، نحطوا السكالوب أصلا، نحطلكم الكاميرا شوية. اي ليليا، طاجين بالنارين حاجه من قاع الخابيه. اصلا ما شايف شنو طيب، انا توا خلطت ريم. دونك قاعد نحضر، باش نحضر السلطه توا، قاعد باش نفوح الدجاج باش نوريكم. عندي فيه زاده كيف كيف فيه نتاع الدجاج، باش نحضروا به السلايطه. بتبيع شويه شويه في الاكل، معنا شويه موتارد هنا. وين نلقى نفحات بن جميع؟ نفحات تاع بن جميع تلقاهم في زهره لافيترين التيروار، بحذا ورا المارشي تاع المرسى. دونك تلقى فيها زيد الماكله الزمنيه من قاع الخابيه التيروار، كي نقولوا تيروار يعني من قاع الخابيه البنينه. هذه شويه موتارد الانسيان كيما تراو هاكا الفاح، باش نزيدوا شويه بركه ماء. علاش ديما جينيرالمون كي ريتونيشي في لي بريباراسيون الكل، كيلك سوا مع اللحم ولا مع الدجاج، ديما نحط شويه ماء. نجمو نزيدو كيف كيف، نتوما زيدو شويه حليب. كان عندنا مارينات نجمو نخليوه، سينو بالنسبه لينا نجمو هاكا لو طون اللي قاعدين باش نحضرو دوتر بريباراسيون، هو تصيرلو كل المارينات هذيكا باش يبدا منكه، باش حتى وقت الكويسون ما تصيرلوش بيرت نتاع ماء. يعني هذايا بالنسبه للدجاج. كالعادة نغسلو يدينا، هذايا الدجاج باش يكون السلاطة باش نطيبوه. كيما عودتكم يعني نعطيكم لي زاستيس و تكنيك في لي بريباراسيون الكل وقت الدجاج. باش ناخذو طوالة، هاي يا سيدي،
طون تخي تونيزيان باه نحاولوا ديما كيما قلت لكم وقت الكويسون وقت البريباراسيون كان عندنا الدجاج ولا اللحم باش نخدموا به نجم نحطوا له نعملوا له مارينات من قبل سينو دون لي بير دي كا نحطوا هاوك المارينات ونخليوه ان اتوندون شويه وقت بركه باش من بعد وقتها نطيبوه. حاولوا نظفوا الكوشينه ديما زيد كل نحيوه ثم زيد عاودوا قولوا لي شنو هي الدباره نتاعكم انا هاني نعطيكم في دباره باهيه دباره سهله خفيفه مناش متكون لفاهم تاع الدجاج ليليا جاموسي باهي بالنسبه لفاهم تاع الدجاج نتاع الدجاج موجود هنا فيه كومبوزيسيون شويه كركم شويه جنجمبر اي سيشي اونيون سيشي كورياندر بوفر نوار تاع ورومارا دونك شويه نوت موسكات شويه بوفر دو جامايك الميلونج كيف كيف نجمو نحضروه يعني بالنسبه للفاهم تاع الدجاج لاستيس الثانيه زاده كيف كيف مع الدجاج باش نحطو شويه زيت باش نخلطوه مليح مليح نجمو نعطيوه نكهه اخرى ناخذو لوغو فومي دونك نجمو نزيدو نجيب لكم لحظه بركه دونك نجمو نزيدو صوص باربيكيو بالنسبه لي بريباراسيون كل حلوه برشا في المارينات نفس البري عندنا من عند العطار دونك الدجاج كيما تراوه خدا كولوراسيون اخرى نحكيكمش على الريحه البنينه ديجا سلام يا عمار بونجور هاجر باش نطيب رز بالحم عطيني انت تاريختك شيف امين اللي بايع اسماك ومقاط بونجور امين نربو ونبر العريس بالنسبه للروز الروز يعني فما حاشين فما اسهل طريقه تنجم تعتمدها لتحضير الروز انك تحضر الصوص قبل بالنسبة للصوص تاخد شوية بصل شوية طماطم اللحم اللي بتحضر به الروز طيبهم كلهم بعضهم زيدهم شوية ملح شوية فلفل أكهل الدبارة الليلة فاطمة البارح نتاع الفيل البارح اللي جا موسي بيان سور يعني مش زيد توس ترانسفورم سيرتو في الكوجينة كيما قاعدين نشوفوا أهو نحط في الدجاج كيف زيت كل نحيوة شربة فورة ليليا شاتي بريك بالحم كفتة وسلطة مشوية بيكوستي بالمرشيل حسين مستورة سلطة بطاطا مرقة شايحة بريك والحمد لله اللهم صل على النبي الحمد لله هو في ميزاني بونجور شيف بونجور عليكم الناس الكل دونك جوست نطفو البلونش خاطر غاسين عليها الدجاج دونك كيما قاعدين تشوفوا قاعدين نحضروا في المشاف عسلامة عايشك سامية ماجري روز جربي باه جوست للناس الكل قاعدين تبعثوا لي في كومنتارات تحطوا في كومنتارات على الدبارات تنحاول نجاوبكم بسياسة بسياسة بنحاول نزرب شوية فيسا فيسا باش نحضروا المنيو باش تراو الطاولة باهي خاطر من بكري التو انتوما قاعدين تتفرجوا ماذا بيكم زادا كيف كيف تلقاو المنيو حاضر والدبارة حاضر عندنا بيريكس باش ناخذوا خضرة خضرة عندنا شوية فلفل شوية طماطم شوية بصل شوية بطاطا تنوريكم الطريقة تاع التحضير دونك باش ناخذوا عندنا دجاج مفوح ديجا نتاع مليحة بالنسبة للمنيو كيما كنت توا قلت لكم بكري حضرت الحلال مقعدش نحضر السلاطة وباش نحط الدجاج في الكوشة كمالي روسيات شيخ هاجر هاجر باهي يا ياسر الله يبارك تكمل نسيت عنا دجاج كيما قلت لكم هاوكا ديجا ماريني حاضر باش نحطو هنا نورمالمون هاكا سي بون زيد كل اللي يحيو بعد المحلالة لحظة بركة نغسلو بينا المنيو نتاع اليوم للناس اللي خلطوا علينا دونك باش نحضروا سلطه سلطه اما فاسون كيما سلطه سيزار مي بطريقه
ديجا كنتراو شي الدجاج كيفاش يبدا جوتو. عندنا حليله، عندنا دجاج توا باش نحطوه في الفور مع الدجاج هذايا في الفور، باش نعملو رولي نتاع بان دو مي بالشوكولاتة. تو تشوفوها روسيت سهلة برشا سيرتو للصغيرات. تجي شايف صوص صوجا تجي مع دجاج وشوية جلين، سا شونج كومبليتمون لوغو، تجي حاجة بنينة برشا. دونك أنا أون أتوندون باش ننظف شوية بصل شيكم شوية خضرة، وهو ميم طون هاكا نحكي ونطل. تحية ليك من إيطاليا، ميرسي بوكو حياة. صوص صوجا بالنسبة للدجاج تجي بينا برشا مع شوية نوي شينواز وزيدة شوية جزلان، تجي عالمية. به هنا البصل، عندنا فلفل، ميسالش الخضرة سورتو بطبيعتي. أنا ديما نعاود نغسل الخضرة، علاش؟ باش هاكا حتى لو كان نسينا. بونجور شيف وليد كيكو، بونجور. نحطلكم شوية كاميرا باش تتابعوني. مويو بنا على بنا، صحة بالشفاء 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 مديحة. الروسيتا هاكا من بعد هبط التصويرة في الانستغرام، وانا نوعدك باش نبارتاجيها مديحة. مولا محالة باش نبارتاجيها، يعني مش حتى نوعدك، يعني ما نسحقش وعد كبير برشا، اما راني باش نبارتاجيها ربي. بالنسبة للروسيتا نتاعك به، خلينا شوية البصل باش نخصو فلفل رونديلات، مدير يا غالي عايش خويا يا وليد، ربي فضلك، أحلى شيف أحلى كيكو. كيما تراو قاعدين نقصو شوية، قصينا فلفل نقصو في الطماطم فرد مرة باش نقصوهم باش نزينو بيهم. الدجاج اللي باش يكون في الكوشة ابني، ها يا سيدي، شوف كولوراسيون البنين. علاش قلت لكم راهم سلام دو باري الغربة سيرتو لمواد رمضان، يعطيك الصحة شيف. به كيما قلت لكم يعني شيء كبير برشا، الخضرة راهم يحسدونا عليها في البلدان الكل، في البلدان الكل اللي يحسدونا عليها على الكاليتي نتاع الخضرة. الخضرة بيرسونيلمون مثلا في تونس في اي فيسا فيسا الطماطم من برا يقدسوها وماشي بنينه، فهمت؟ ما احنا في تونس عندنا تبارك الله لاكاليتي نتاع الخضره. هاكا طمطومات هو ديجا مفوح الدجاج، ما احنا باش نزيدوه شويه خضره. تبعوا الدجاج هذا كيما تراو فيه، هو جوتو يعني ما يشيحش، سيتو بالمونتار دالونسيان وشوية الماء حتى وقت الكويسون. جي ديسون دي فوتو دو موناخ، تانكيت با، ميرسي بوكو. مليحة الفاهم تاع الدجاج جسور، يعطيك الصحة ربيعة. به الفاهم تاع الدجاج كنت ذكرتو من بعد تنعاود نقرا لك الفاهم تاع الدجاج. جوست تو فيسع فيسع نوريك شنو هو البلا باش نحضرو الدبارة نتاعنا، خلاصي ماشي باش نخش فطر هكا ولا. به كاينكم قاعدين تشوفوا هاكا، شوفوا الكولوراسيون، شوفوا محلاها هذيا باش طفيو عليها. باش ناخذوا توا كتجنجيله هذه كلها نتاع البصل، الطماطم، الفلفل، هذه كل باش نحطو لهنا. ديجا هو من بعد باش يجيب الماء، باش يسيب الماء نتاعو، باش يجي حاجة بنينة بنينة بنينة. بتوها كيفاش هذه تو باش نغطيوها باش نحطوه في الفور، و تنوريكم زادا شنو باش نحضر معاه. دونك نزلو جوست ارولو الالمنيوم، كيما كنت سي فغي انا نعيش في السعودية كل شيء مستورد، عايشة ربي معاك، ميرسي بوكو. انا قلت لكم يعني يحسدوني برا والله، يحسدونا على الكاليتي نتاع الماكلة نتاعنا نتاع الخضرة نتاع الغلة. عندنا تبارك الله عندنا القوارص، يعني تبارك الله راهم يعرفوا يعرفوا الجيدورونج كيف الباكويت، راهو احنا نعصر نعصر الجيدورونج، هذاك الفرق. هذه نخليها عفا باش نحطها في الفور. ناخذوا بيريك زغرون، ها هو لهنا
خليوها قبل كل شيء ينظفوا البلون ترافاي. هيا سيدي نزيدو نسفيدو مرة أخرى قلت لكم في البوم ويجز. بالنسبة للبوم ويجز كونة من البطاطا جي غاتيتو. ابتسام لا بالعكس موجودة في الفيسبوك موجودة في اليوتيوب الروسيت كلها الرديف تلقاه موجود وكيف كيف في الانستغرام تنجموا تهبطوا دبارة متاعكم تاجيوني ابوني فوق قبل كل شيء تاجيوني في الانستغرام وانا نعاود نبارتاجي لكم البريباراسيون اللي انتم حضرتوها. به عملنا كبسه كبسه في السعوديه واش تطبخ يا شيف حمزه اسكندر. به خيط البطاطا من البطاطا خليها بقشرتها باش نحضروا بها البوم ويجز. كيفاش بوم ويجز على طريقه كيف كيف نتاعنا احنا باش نقصوها على اربع بالطبيعه نكونوا احنا غسلنا البطاطا مليح صوها على أربعة نوريكم الطريقة اللي انتوما باش تحضروها. دونك نورمالمون الطريقة تكون سهلة برشا. شنو هو المنيو؟ المنيو الناس الكل اللي خلطوا علينا عندنا حليلم بالدجاج عندنا سلاطة قاعد نعمل حطينا دجاج باش نطيبوه في الكوشة وعندنا رولي نتاع نتاع باندومي من بعد بالشوكولاته تنوريكم كيفاش نحضروا. باه باش ناخذوا بول باش ناخذوا بول باش نوريكم كيفاش نفوحوا البطاطا بوم ويجز كيما تلقاوها على الطريقه اللي موجوده في الاسواق سهله العمليه. اول حاجه هاكا هاكا جوست هبط لكم كاميرا باش تراو تو لي جور فيت ان لايف اون ديريكت بيان سور ابتسام نلايمات الكل نعمل لايف ديريكت. باش ناخذ شويه زيت شويه ملح بالطبيعه البطاطا خليتها بالقشور نتاعها كان عندنا جروسير يحب هذا يكون عندنا جروسير لكن نكهه اخرى. باش ناخذ شويه فلفل اكحل والا فلفل ابيض انتم كل قدير وقدره. وباش ناخذ هريسه ما تقشرش البطاطا يا شيف ما تقشرش البطاطا. علاش ما تقشرش البطاطا؟ بوم ويجز الروسيت نتاعها هكايا بالقشور. دونك باش نحط مغرفتين هريسه وباش نزيد شويه ماء ونخلطها مليح مليح بالطبيعة باش نزيدها شوية آخر ثوم. شايف عملنا خبزة محشية خبز محشي إن شاء الله هاني سلطاني بقدرة ربي تنحاول غدوة إن شاء الله نوعدك يا أنيس نحضر لك خبز محشي بالدجاج والفرماج. وكما قاعدين تشوفوا جست نغسل إيديا زيت شنو اللي تعمل بيه المارينات. زيت حطيت زيت نجمه ويل اوردينير ها ميلونج ديو جديد هذايا فيه زيت نتاع المايس ولا تورنسول مخلطين مع بعضهم. دونك باش نزيد شويه ثوم مفهمش اسم الروسيت وسام مديها مامون دينيس شي مامون شربه بريك دجاج في الفور في الفور افيك دو ري اي بور فينير تي فور الكانيلوني باش ما تشيحش وما تجيش يابسه من فوق. شنو نعملها سهله بالنسبه للكانيلوني؟ اول حاجه قبل كل شيء باش نخدمها بالصوص نقولوا احنا بشاميل ولا حتى سامحوني صوص فروماج فروماجير ماذا بيك تخدمها ليجير دون بار دوتر بار ماذا بيك زاده كيف كيف تغطي تستعين بالالومنيوم. علاش؟ باش الكونتاكت من بعد ليفابوراسيون ما تصيرش قويه برشا هاكا ترجع لي كودو تضرب في البروا مش ستار مثلك ليلي. الانستغرام توا لي توندونس يمكن الاولاد الصغار عندهم انستغرام اكثر من احنا وعندهم تصاور انستغرام يتبعوا اكثر من احنا من توا توندونس سيرتو ولات في الديجيتال ولاو الناس الكل يتبعوا الديجيتال كيما وليتكم بالبوانت كوتو. هاكا تلقاو اي اكرازي كيما هكا سهله العمليه
نعاودو نخلطو مليح مليح، ناخذو بيريكس الزهرونة ونزيدو فيها كعبات البطاطا. يعني حاجة سهلة مهلة، فيسا فيسا بوم ويجز تلقاها تتبيع دون دي ساشي. نتوما تنجمو تحضروها على الطريقة اللي أنا وريتهالكم. دونك بعد الفعل الكل باش نحطوه، نتوما نشوفو الطريقة تاع البطاطا. هاي سيدي توا مبقانا كي باش نحطو في الفور. تابعوني شوية شوية، وصلوا معايا مزياش، أني مازلت في الكوجينة. وصلوا معانا للفور باش نغطيوها، باش نغطيوها بالنسبة للدجاج، وبالنسبة للبطاطا باش نخليها هكا، مانيش باش نغطيها، نحبها تصير كولور، تعم كولوراسيون بنينة برشا. دونك كيما قلت لكم تنجموا بالنسبة ليكم شنو هو الالتيرناتيف نتاع بابي الومنيوم بوغ أمبليغ لا ميم فونكسيون. سيرتو بابي تنجم تعملها حتى بابي كويسون، ما يقلقش، المفيد تغطيها، ولا حتى كان ما عندكش خطا يدخل في الفور، يعني باش تحصل في المنفى. نحطو الفور اون مارش، الفور شايف كوتينا، شايف بطاطا، حطيت زيت ولا لا؟ أنيس حطيت زيت، حطيت زيت بالنسبة للبطاطا. نحطها بريسك في 30 دقيقة، نحط الدجاج، البطاطا هي هنا. ونحطوها طيب. حميد هاو معنا، حميد ديجا قالت حطت. دونك تو بالنسبه هذاك للدجاج نحاولوا ننظفوا زيت الكل، باش نوريكم الرولي تاع الشوكولاته. الدجاج بالنسبه للدجاج باش نزيدوه اي حط زيت رفيا. دونك الدجاج نخليوه ابار هذاك، باش نزيدوه من بعد للخس. نجمو نزيدو خس، نجمو نزيدو فيه دو شين. انا اخترت لكم هكا في الدشان، نشوف محليهم كومبيان دوغري، 180 دوغري جينيرالمون ديما بالنسبه للكويسون. باش نزيدو سلايطه، يعني جوست من بعد غادي نقصان، ماذا بينا نخليوها نقصوها اخر لحظه باش غادي فريشكا. الحليلم بالنسبه للحليلم هذيك نجمو نطفيو عليها جوست درجين قبل في الفور. اي للفور، الفور عادل 180 دوغري، 180 دوغري بالنسبه للفور. باه شايف هذيك الصحة سي كوا لا باج فيسبوك بو فالي روسيت. بالنسبة للباج فيسبوك، الباج شيف مومن بن يونس موجودة. جست نحيو الزيت الكل باش نجمو نخدمو مرتاحين، تبدا كوجينا منظمة أكثر. وحدك يا شيف يا باهي، ربي يخليك يا وليد. شنو المنيو؟ يعطيك الصحة حمزة. المنيو للناس اللي خلطها هنا توا، حضرنا حليلم جارية، عنا سلطة بالدجاج، عنا دجاج في الكوشة، وعنا بوم ويجز. باش نحضرو توا رولي، رولي نتاع بالبان دو مي، وباش نزيدوه الشوكولاته، الكريم تاع الشوكولاته. دونك ديما قلت لكم تحت البلونش ماذا بينا نحطو بابيي باش هو نجمو ننظفو البلون دو ترافاي نتاعنا، وهاكا تكون العمليه سهله. هذايا بالنسبه للكوجينه. شو هذاك الاخضر شاف خاص ارفيا، ارفيا تصويره ساعه فلو ليلى جاموسي، تصويره نورمالمون فلو كان جات من الكونيكسيون، يعني هذيا حاجه تفرق مش مني انا. شاف نحبو كنافه، شاف بربي نوع الغاز نتاعك شنو باش نشري غاز نورني عايشك. والله ميربول كنت حكيت عليه قبل، وسيرتو احنا في الكوجينه راه نحاولوا ديما ندلوا رواحنا، نحضروا يعني ناخذوا ماتريال باهي يعاوننا برشا في الكوجينه. ماذا بيك تاخذ ويربول سيرتو عندك الفور سيزيام سونس، ولا حتى البلاك اكسيليون. دونك لافونتاج تاع البلاك كان تراش هكايا، ما تسحقش برشا تنظيف، تعاون برشا باهي.
نظفنا البلون ترافاي نتاعنا باش نجيبوا لي زانغريديون. علاش نخدم في كوان كيما هكا؟ باش نجمو نتوما زاده كيف كيف تراوني نجيب لي زانغريديون. عندنا شويه بيستاش هكا معروف ديما في الحكه، عندنا شويه حليب ناتيلي موجود بحذانا، كسرونه زهرونه هذايا نجمو نحطو لهنا ما نسحقوهوش، الفوي بحذانا، عنا باندوني شايف سالتك على فيها دجاج وكيفاش مجسر جسورا وما تجينيش يابسه. قبل كل شيء باش ما تجيكش يابسه دونك غطيها بالالمنيوم كيما قلت لك. بالنسبه للفيح نتاع الدجاج نهار نقرا لك الفيح هو حاضر موجود طبعا الجميع، فيه كركم، فيه جنجمبر، فيه اي سيشي، اونيون سيشي، كورياندر، بوافر نوار، تام رومارا، دونك لير وزعتر وشويه جوست طيب وشويه فلفل اكحل مع شويه جنجمبر وثوم شايح وبصل شايح. بالنسبه للفيح نتاع الدجاج ارفيا شيف جاوبني من فضلك، ارفيا كنت نعاود تسالني شنو السؤال خاطر فما كومنتات ديجا قاعدين تعاودوا وانا نحاول نجاوب الناس الكل كي نقرا الكومنتات. دونك هذا البان دو مي، عندنا شوكولا شو نتاع فانواز هذيك باش نحضروها من بعد شويه باش نزيدوها للولاد البان دو مي. عندنا كريمه ترتيني دونك نعبيوها في بوش كيف كيف نجمو العمليه ابار الكريم كريمه ترتيني زاد نعملوها حتى بالموس تاع الفروماج كيما غادي نشوفو باش نعبيو في البوش. قصو على البلونش باهي وقتاش تعملنا حلو عربي شاف ان شاء الله الناس الكل يخلطوا علينا توا. كنت ديك قلت اللي الحلو العربي ان شاء الله باش نحضروه في الاربع خمسة ايامات الاخرانيين نتاع رمضان خاطر سيرتو نعرفوا توا مازال يعني شغال فتره ومازلت موجوده البنا. باش ناخذوا شوفوا دوروا في الكوجينه قاعد هكا نقرا كومنتات شويه نبدا نركز معاكم دو بلاش. ناخذوا الكريمه تارتيني، نجمو تاخذوا نامبورت كيل كريم تارتيني تخدموها دو بلاش، جوست تخدموها ترخفوها دو بلاش، هاي هكا، سألتك على الأخضر اللي شديتو بك، فايد دو شين، هذايا فايد دو شين أرفيا هاي، فايد دو شين، هذايا نوعية من نوعية الحشيش، كيما الخس وكيما اللي فيه من الفاميم تاعو، باه باش نحط الكريمه تارتيني باش نحطها. هنا حضروا لغة العامية الميزون بلاس كنافة كمارة كنافة لازم تشوفها في الرديف على الفيسبوك شافوهم مليون ولا حتى على اليوتيوب كيف كيف خاطر ديجا كنت حضرنا الشعار نتاع الكنافة وحضرنا زادا كيف كيف. دونك هكا تحبوا تعملوا بوش ولا كيف كيف نتوما ما يقلقش ان شاء الله بربي ربي قلنا قبل بنهار على المكونات باش نحضرهم بالطبيعه على الاربع خمس ايامات الاخرانيين نتاع رمضان بقدره ربي نقولكم على المكونات قبل باش تحضروهم باش تتابعوني باش تحضروا مع بعضنا فرد وقت. دونك وقتها بلون دو ترافاي مش ظاهر، بلون دو ترافاي مازلت راني قاعد نحضر في الميزون بلاس يمينا باش نقول لكم على المكونات. علاش نقول لكم على المكونات؟ باش نجموا تحضروا زاد كيف كيف فرد مره. عندنا لهنا البان دو مي كيما غادي نشوفوا لحظه بركه نجيكم. هاكا الفور يقولك اللي هو وصل ل 180 ان شاء الله بربي يقولنا قبل النهار. عنا رولو قلقال، عنا بان دو مي كان قاعدين نشوفو هاكا هاكا. هذايا بالنسبة للمكونات، هذايا تنخليهم من بعد شوية ساهلة تنوريكم كيفاش باش نحضروها باش نجمو نتوما أموال تشوفوني. باش ناخدو رولو نتاع البان دو مي، باش ناخدو البان دو مي كيف كيف عنا شوية بيستاش وعنا لحظة بركة أنا جيكم. هي لا محالة هاي بحذية أما أنا دخت شوية
باه شاف لا وسيت الجاتو شويه شويه عايشك باه بيان سور. دونك عندنا شويه عسل، المكونات عندنا بان دومي هابيس، عندنا كريمه تارتيني شوكولاته كيما ترى في البوش، وعندنا رولو. دونك ليتاب الاولانيه انا باش ناخذو بالرولو كانكم قاعدين تشوفوا معايا، حتى لين نسيت دونك نجمو حتى بالكعبة بالكعبة هاكا تنوريكم الفرق سيرتو بين الكعبة الأصلانية والكعبة بعد ما حليناها بالرولو. ريتو الكعبة كيفاش الأصلانية، هاذي الأصلانية وهاذي الكعبة اللي حليناها بالرولو. هاي يا سيدي دونك نجمو نخليوها هكا سامبل وبيان نجمو زادا كيف كيف نحيو لي زيكستريميتي نتاعها. من بعد ناخذو بالبوش نحطو الكريم اتارتيني. دونك نجمو تعملو الشوكولاتة اللي نتوما تحبوها. يو جيني جوست فارغ شويه شنو الغلطة نتاعي انا عملت به اليويو. بالنسبة ليك مخلصش على حليلهم كيفاش ام تسنيم، ام تسنيم تنجم للي مخلصش على حليلهم ينجم يشوف الرديف على الفيسبوك ولا على اليوتيوب كيف كيف شاف مهم من يونس. وقتاش اللي نتاعك توفيق تونس لايف نتاعك، لايف نتاعك في تون لايف حياة يوميا الماضي ساعتين. اليويو تنجم تشوف الروسيت، جرب الروسيت تاعي انا ولينا برشا دونك واعطيني رايك. جوست نرجع لكم باش نوريكم الطريقة نتاع الإعداد نتاع الرولي اللي توا قاعد نحضر فيه. باش ناخذ شوية بيستاش روبليش هكا. بالطبيعة نتوما تنجموا تسهلوا العملية، راكم تنجموا تروليو بالنسبة للميثود كيما قاعدين تراو فيها. هاي هكا بالضبط هكا رولي جوست نخليهم يبردوا. مي انا باش نوريكم كيفاش الطريقه في ساعه في ساعه. دونك باش نوريكم باش نحاول ديما في اللايف نحاول نوريكم الطريقه نتاع الاعداد الطريقه السريعه باش نتوما تستفيدوا. دونك انا العسل كيما قلت لكم هذايا عسل من القروان مع عند موفق عمل بروجي صغير صاحبي سيد عالمي. قلت له نشجعك قدرة ربي في اللايف نحكي لك شويه على العسل ونقول لهم اللي هو عنده عسل بنين يعمل 66 كيف. خذينا الرولي كيما تراو من هنا بالشوكولاته، باش ناخذوا شويه عسل. علاش نحطوا شويه عسل؟ باش نجموا من بعد نروليوها في البيستاش. دونك كيما قاعدين نشوفوا هنا هكا باش نجيبو ناخذ شويه تاع بيستاش. نجمو كيف كيف سيرتو انا اخترت البيستاش، نجمو تختارو البوفري ولا تختارو اللوز. و سيرتو بالنسبة للصغيرات كيف كيف باش نكرر العملية جوست نفس البداية. الرولي هذايا سيرتو بالنسبة للصغار راهو بنين برشا. باش ناخدو عندنا صوص فرويتير، نجيب جوست أسيت وحدوخرا باش هكايا تفهموني. بالنسبة للدريساج باش ناخد صوص فرويتير واقف في الدار هوم ميد، حاجة بنينة برشا. رولي جاتو هاك في الدار ديالي. هاو هكا هكا رولي بالباندومي. به سامي ماجري شيف جو بو يوتيليزي البارد شوكولا ميرسي. باش تروليها بالبارد شوكولا راهو باش تفتفتلك بالنسبه للخبز، مش كيما بالكريمه التارتينيه تنجم
فكره يعطيك الصحه يمينه. دونك مش كيما بالكريمه ترتيني تنجم تكون سوبل يعني على عكس الشوكولاته، تنجم ذوب انت شويه شوكولاته، ما تخدمش شوكولات كوفرتيو، تخدم باتا كلاسيه ذوبها شويه، تخدم ستيل غاناز زيدك شويه كريم فريش، وهكا تكون عندك ديسير بنين، سيرتو الصغيرات وسيرتو تحريشه للصغار الكل. باش نعاود لكم كعبه اخرى، نسيرش وريكم كعبه اخرى، طريقه سهله كيما قلت لكم. اعطيني كوردوني نتاعك نتاع موفق، ام يسونا الكوردوني نتاع موفق، باهي الله يبارك نعطيك كوردوني نتاع موفق. كاراج جي جو فيان جوست داريفي. دونك بالنسبه للديسير حاجه سهله برشا، باش نوريكم كيفاش باش تحضر ديسير ساهل برشا. مكونات موجودين عندنا في الدار. دونك خدينا بان دومي هابيس كيما تراو كيفاش هكايا، هاكا زدنا حلاج جو بونسي كو تو لي فري دون لو بوغ. ليليا شاطي بالنسبة لي روسيت، فما دوطر ديكليزون، مي انا جوست عملت هكايا باش تبدا خفيفة وشوية وسوا ديزون هيلثي سا دون في ميام ميام. ميرسي سامي ميجري. باه خديت شوكولاتة، تنجم تزيدها تحطها في تعملها بالبور، تنجم كيف كيف. أنا نوريك طريقة أخرى، إن نجمو كيف كيف نفس العملية نعملوها بالفروماج أترتيني وتعطينا ريزولتا بنينة برشا. دونك باش نطويوها هكايا، باش نبريسيو دوبلاش، باش ناخد فورما، نجم كيف كيف نحي الإكستريميتي. ونجمو وانا قاعد نحكي معاكم ديجا مليون غوسيت تجي هذيا، تنجم كيف كيف نخليوها تبرد من بعد ونعملوها ستيل نتاع سوشي. دونك الموديل نتاعها هاكا هكايا هكا. باش ناخد العسل، تو نجيب لكم صحن واحد اخر. ناخذ العمليه هكايا، نرموها بال بيستاش، وعندنا صوص نتاع المير نتاع الفرويتير. فكره هايله هاكا سيرتو للصغيرات، تنجموا نتوما تحضروهم في الدار و بوركو با صغار الكل يكونوا موجودين معاكم في الكوجين. دونك هاكا باش كسرنا شويه الكولور كيما قاعدين تراو هاكا ظروف مباشر هاكا ها. كيف كيف تنجموا تعملوها بالزبده، تنجموا تعملوها بالكريمه تارتيني، الشوكولاته تنجموا تعملوها بالموس تاع الفرماج. يا مليون غوسيت الطريقه نتاع التحضير. بس نتفقد الفور ونرجع لكم. دونك نورمالمون نتصور فكره حلوه برشا، كيف كيف نتوما تنجموا تحضروا لي بريباراسيون تاعكم الكل، تنجموا تصوروا بروميسي نوتر ديسير سو سوار ان شاء الله. ميرسي، صحة وبشفية سامية ماجري. دونك نقول لكم بالنسبة لكم تنجموا تبارتاجيو لايف قبل كل شيء، تنجموا تفرجوا عليا في الفيسبوك شيف مون بن يونس، الروتيف كيف في الفيسبوك شيف مون بن يونس، ولا حتى في اليوتيوب. بالنسبة ليا نجم نقول لكم اللي عنده يسأل على دباري نجم يخلي لي جيت مخر ناس ناس خافيني، أهلا بيك ناس، تحية ليك. تنجم تتفرج على الفيسبوك كما كنت نقول، تتفرج على شيف مؤمن يونس، والا على اليوتيوب شيف كيف شيف مؤمن يونس. تنجم تحضروا البريباراسيون الكل نتاعكم، ابوني فوق قبل كل شيء في الانستغرام، صوروا تاجيوني في الانستغرام وانا نوعدكم باش نبارتاجيها. نتصور المنيو ان شاء الله يكون عجبكم، نذكركم في الناس الكل اللي خلطوا علينا توا شنو المنيو. عندنا حليل بالخضره 5 بواسون سيرتو شيف، ميرسي بوكو عبد السميت يعطيك الصحه. دونك هيثم ترابلسي برافو ميرسي عايش خويا. باش للناس الكل خسارة خلط المخر شنو هو ديسير امان الهام لهما، هو ديسير عملنا دو موديل للناس اللي خلطوا المخر. دونك رولي بالبان دومي وزدناه الكريمة تارتيني والشوكولاتة. نقول لكم يعطيكم الصحة، ربي يفضلكم.
راني نحبكم برشا برشا، راني قاعد نتفاعل معاكم وعامل جو، سيرتو لي انتم قاعدين تتابعوا فيا يوميا في اللايف الماضي ساعتين على الشين نتاع الفيسبوك شيف مؤمن يونس ولا اليوتيوب كيف كيف، تاجيو في الانستغرام، صوروا، حبوا الكوجينه، خليوا غرامهم كل كوجينه. ما بقى لي كان باش نشكر الناس الكل، نشكر حازم العيسى راديو بون لو نور، خالد عويش تونيسكوب اللي كيف كيف تلقاو عندهم البث، ونشكر السبونسور الكل اللي امنوا بينا باش نجموا حضروا لكم منيو بنين وخفيف ونعديوا لايف عاملين سوا. ربي يحفظكم، ربي يحفظ تونس، وربي يخليكم، شهيه طيبه، وتابعوني غدا بقدرة ربي الماضي ساعتين ان شاء الله في روسيت اخرى بنينه وخفيفه. حسام مديني جوفيان دو جواندر، الله غالب الناس الكل اللي خلطوا علينا، عدينا بقيت حلو برشا حضرنا فيه الروسيت، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. انتم كيف كيف نجموا تخليوا لنا دبارات اللي تحبنا نحضروهم. الله غالب للناس الكل اللي خلطوا توا، ما بقى لي كيفاش نقول لكم شهيه طيبه، وربي يفضلكم وربي يحفظكم، هذا ما ان شاء الله.